السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في كويزين أم ملك. اليوم غنحضر معكم وصفة من المطبخ الآسيوي بلمسة مغربية. غادي نحتاجو فيها إن شاء الله فخيدات ديال الدجاج. الوصفة ديالنا غتكون ما بين الملح والحلو والحار. كنحتاجو فيها المقادير التالية: عندنا شوية ديال التحميرة، شوية ديال الخرقوم، السودانية، سكنجبير، ملح، ابزار، شويه ديال القزبر مقطع، وشويه ديال الثومه محكوكه، شويه ديال زيت المائده او زيت البلديه كل واحد شنو كيفضل، وملعقه ديال العسل والموطارد. والدجاج بطبيعه الحال عندنا فخيدات اللي مغسولين بالحامض. غادي نخلطوا المقادير كلها. غادي نضيفو قياس واحد جوج معلقات ديال زيت البلديه اولا زيت المائده كل واحد شنو كيفضل، واحد جوج معلقات ديال الماء غير باش نطلقو القامه ديالنا. في هذه المرحله ممكن اضافه واحد جوج معلقات ديال الكاتشوب وشويه ديال القلقله اللي توفر عليهم، انا ما توفرتش عليهم في هذه اللحظه هذه. دابا غادي نضيف الماء كما قلت، وغادي ندوز الفخيده نشرب منهم ونخليهم يرقدوا في الترميله مزيان. كل ما ترقدوا كل ما كيعطيو مذاق هائل. من الافضل الا كنا غادي نحتاجوهم في الصباح نديروهم في الليل ونخليوهم الا كان عندنا الوقت، ما كانش عندنا الوقت راه غادي نشرب لهم وندوزوهم ديريكت للفران. قبل ما نديرهم دابا باش يدخلوا للفران غنديروا معاهم الضغميره المغربيه ديالنا اللي معروفه بالبصله والزبيب اللي رطبناه مسبقا. كما قلنا عندنا البصله مقطعه رقيقه غنديروها هي الاولى في القاع على هذا الشكل هذا، ونستفوا فوقهم هذوك الفخيدات اللي شرملنا وهذيك القامه اللي بقات لينا حتى هي غادي نخويها من الفوق باش غادي تهبط لينا مع داك البصله وغادي تنسمها لينا. كاضافه في الاخير غنضيفوا الزبيب. دابا بعد ما استفت الزبيب ديالي غادي نضيف خويطات ديال الزيت فاش طيب البصله باش تجي مدغمره. من بعد غادي نغطيها بابي كويسون اولا بابي الومنيوم كل واحد علاش كيتوفر، وندخلها الفران اللي راه مسخن من قبل ونخليها طيب تقريبا واحد 25 دقيقه. من بعد نحيد البابي ونخليها تحمر ونقدمها معكم ان شاء الله. فهاد المرحله انا ندوز ندير لي صالاد اللي غادي نرفقهم بها على ما توجد ونرجع معاكم. بعد ما طاب الدجاج وخرجناه من الفران غادي نديرو في طبق التقديم ونرفقو بالبطاطا مقليه وشلاضه اللي درت ديال الباربا بالياغورت وشلاضه ديال الخيار ومطيشه والخس. شاركت معكم الغداء ديالي ديال اليوم، كنتمنى تجربوه لان كيستحق تجربه، اكيد غادي يعجبكم ويولي معتمد عندكم. والى اللقاء والى وصفه اخرى ان شاء الله. دمتم في رعايه الله.